السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى المال والاقتصاد. تعتبر البيوع التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشراف ورقابة هيئات مختصة بيوع سلع، وهي تندرج في إحدى أهم معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي، حاملة الرقم 20. سنتعرف بالتفصيل في هذه الحلقة من فتاوى المال والاقتصاد عن بيوع السلع في الأسواق المنظمة وأنواعها ونطاق المعيار، إضافة للحكم الشرعي الخاص في هذا النوع، مع شيخنا فضيلة العلامة الدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا ومرحبا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة من فتاوى المال والاقتصاد. يا مرحبا ومسهلا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. شيخنا الحبيب، قبل أن نبدأ بتعريف بيوع السلع في الأسواق المنظمة، كان هناك تساؤل أردت طرحه عليكم منذ حلقات وأنتم تستدلون بمعيار أيوفي. ما هو هذا المعيار بداية قبل أن نتحدث عن بيوع السلع؟ جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى وسلم. آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة يعني معيار أيوفي هو عبارة عن مجموعة من المعايير الشرعية والمعايير المحاسبية. تنبثق هذه المعايير من مجلسين أساسيين، وهما المجلس الأول هو المجلس الشرعي، المجلس الثاني المجلس المحاسبي. هذه المؤسسة أنشئت تقريبا منذ ما يقرب من 30 سنة، وهي حقيقة كانت مهمة جدا وكانت ضرورية، لأنها إن صح التعبير تقنن الأحكام الشرعية مثل التقنين، كما أن القوانين ضرورية حتى تكون أمام القاضي ليحكم بما هو المطلوب، كذلك هذه المعايير. قبل هذه المعايير مثلا كانت البنوك الإسلامية لم تكن عندهم إلا مرجعيتان. المرجعية الأولى الكتب الفقهية، التي من الصعب جداً أن يرجع إلى هذه الكتب أهل يعني الإداريون والموظفون ومجلس الإدارة، والله حتى بعض يعني الباحثين كانوا من الصعب جدا أن يرجعوا إلى هذه الكتب ويستنبطوا منها. والمرجع الثاني هو يعني كان الهيئة الشرعية، وطبعا الهيئة الشرعية هي تستفتى عند النازلة أو عند الواقعة، ثم بعد ذلك تفتي، وليست أمام هذه الهيئات الشرعية أيضا مراجع ومرجعية معتمدة. لغاية ما فكرت حقيقة أو فكر بنك التنمية الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي ومؤسسات أخرى لتأسيس مثل هذه المجالس لتقنين القضايا الأساسية في الشريعة، وبخاصة ما يتعلق بالمعاملات المالية التي تحتاج إليها البنوك الإسلامية وشركات التأمين وشركات التأجير. فأنشئ هذه المؤسسة التي تسمى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي جدا. تختصر باللغة الإنجليزية من مجموعة حروفها يسمى أيوفي. يعني كلمة أيوفي هو اختصار لهذه المؤسسة التي تسمى هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية للمؤسسات المالية. فهذه وصدرت بالمناسبة من هذه المؤسسة، من المجلس الشرعي الآن، حوالي قريب من 60 معيارا، ومن المجلس المحاسبي أيضا صدر في حدود تقريبا 45 معيار. بالإضافة يعني نتحدث عن عشرات المعايير اليوم، طبعا حوالي أكثر الآن من 100 معيار محاسبي وكذلك والشرعي. عندنا أيضا بالمناسبة استكمالا مسائل الضبط ومسائل ما يسمى اليوم بالحوكمة،
نعم فعندنا مجلس آخر يسمى مجلس الخدمات. مجلس الخدمات هو أيضا له علماء، وتقريبا معظم العلماء هنا بعضهم موجودين هناك أيضا. هذا المجلس يصدر معايير ما يسمى للحوكمة، للضبط، يعني نعم مثلا لضبط الفتوى، لضبط كفاءة رأس المال، لضبط المخاطر، يعني معظمها ليست شرعية مثل ما هو الآن أو محاسبية، وإنما تدخل ضمن ما يتعلق بالاقتصاد والمخاطر، وكذلك ضبط الأعمال للمجالس الإدارة وهيئات الشرف. فهذا يسمى المجلس الشرعي، عفوا مجلس الخدمات، وهو أيضا يتمثل فيه عدد كبير من البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، حتى أكمل لك المرجعيات كلها، عندنا شيء آخر يسمون التحكيم الخاص، مؤسسات التحكيم الخاصة بالمؤسسات الإسلامية، لأن هناك مؤسسات تحكيم دولية لا تعرف قواعدنا، فأنشئت هذه المؤسسات التحكيم، وهي هناك إحدى المؤسسات المهمة جدا موجودة في دبي. هذه المؤسسات الآن مكملة، بالإضافة إلى المجامع الفقهية، مكملة لأعمال البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية. وطبعا المؤسسات المالية أوسع من البنوك، نعم لأنها تشمل التأمين، وتشمل كذلك مؤسسات التمويل الإيجاري، وكذلك مؤسسات يعني الاستثمارية والتمويلية والتأجيرية وغير ذلك. طيب، إذا عنوان حلقتنا اليوم و يعني الحديث عن بيوع السلع هو يعتبر من المعيار 20 في صحيح أيوفي، وربما كان له أهمية كبرى منذ أن صدر من سنوات من الآن. أريد أن طبعا أسألكم عن تعريفه، ما هو بيوع صحيح السلع في الأسواق المنظمة؟ صحيح. ومثل ما تفضلتم في بداية حديثكم، هذه البيوع، القضايا التي تتعلق ببيوع السلع وحتى الخدمات والأشياء، هي تدخل ضمن ما يسمى بالبورصات العالمية. والبورصات العالمية يعني تعبيرها الأسواق المنظمة، وهي تسمى بالمناسبة، مهم جدا، الأسواق الثانوية. مقصود بالأسواق الثانوية أنها أيضا أن تبيع الأسهم، ومجرد، وطبعا هناك لها بيعتان، بيعة عند الاكتتاب يشتريها المساهم مباشرة، بعد ذلك لما تدخل في البورصة أنت تشتري يعني حقيقة حقا، نعم وتشتري إن صح التعبير ورقة، ولكن وقيمة هذه الورقة زيادة أو نقصان لا تتأثر بها المؤسسة المالية، فلذلك تسمى الأسواق المنظمة، أي البورصات العالمية. ومن أهمها بالتأكيد، وأنا زرت معظمها، بورصة لندن، وهي من أقدم البورصات على مستوى العالم، إن لم تكن أقدمها، حوالي عمرها قريب من 300 سنة. كذلك بورصة شيكاغو، وهي بورصة ليست قديمة لكنها قوية جدا، أقوى من بورصة لندن. وهناك مئات البورصات، والآن الحمد لله بفضل الله تعالى توجد بورصة جيدة إسلامية تسمى بورصة ماليزيا. نعم وبورصة ماليزيا حقيقة هي تبيع أيضا منتجات ماليزية، وهي زيت النخيل ومنتجات النخيل، وكذلك بعض المنتجات الأخرى، منها يعني منتجات كل المنتجات هي منتجات صناعات ماليزية، وأيضا أصبحت هذه البورصة تنافس حقيقة بورصة لندن من حيث اهتمام المؤسسات المالية جميل. الإسلامية بهذه البورصة. إذن هذه هذا الأسواق أيضا، المنظمة، وربما نعم تكون منظمة لحياتنا اليوم والتي نعيش فيها في أحسنت، حياتنا اليومية. صحيح، هو فعلا بمنظمة، هي فعلا لماذا؟ لأنها تمشي، لماذا تسمى منظمة؟ لأنها تمشي وفق عقود نمطية ووفق أنظمة معتمدة لا تستطيع أن تغير فيها. ولو كان هناك مجال ذكرت لك قصة حكاها لنا أخونا الحبيب أستاذ محاضير، تفضلوا لكنه لا شيخنا، يشاء. لو أحببتم هكذا، تفضلوا تفضلوا، هذه نحن في قصة هو ضيافتكم، تفضلوا. حكاها لنا، مهمة جدا. قال أننا نحن
أردنا أن نؤثر في طلبنا في بورصة لندن أن بضاعة سلعة ما موجودة إلا عندنا، وهي التي تصنع منها يعني التيارات أو العجلات لا مؤاخذة، خاصة يعني من نوع الجيد للطائرات وللسيارات وغيرها. قال كويس، قال إحنا كل ظننا أننا نأخذ حقنا عندما عملنا بمليار، قلنا لما يحتاجون إلى أن يشتروا منا بمليار حينئذ نحن نوع ما نرفع القيمة. قال لكن إذا نفاجأ في الأخير بأن هذه القوانين لا يمكن التأثير فيها ولا أي تعديل فيها، يؤدي إلى أنك تفسخ العقد ويطالبونك بالتعويض. قلنا فحينئذ تنازلنا، يعني قصدي الأنظمة هناك والقوانين هناك صارمة. نعم وهناك بالمناسبة في البورصات، هذا مهم جدا لإخواننا، هناك نظامان في بورصة لندن وبورصة شيكاغو، البورصات العالمية، نظام للمضاربة. فأنت في نظام المضاربة، هذا الذي كان تحدث فيها أستاذ محاضر، لا يمكن أنك تحول المضاربة إلى شراء حقيقي أو شراء عملي طيب للسلعة. شيخنا، هنا أريد أن أسألكم لو سمحتم لي، يعني هل تتعارض مع النظام الإسلامي هذه الأسواق كمبدأ؟ يعني أتكلم صحيح، هناك فيها وفيها الكثير، آسف، فيها قسم منها مخالف وقسم منها موافق، واليوم نحن نتحدث إن شاء الله عن شروط وضوابط هذه. حقيقة الآن بالمناسبة الأسواق المنظمة أو المنظمة حقيقة تستجيب للطلبات وفقا للقوانين التي هم أسسوها، واليوم إن شاء الله نحن نتكلم عن مثلا قضية السلع نعم كيف تباع وكيف تشترى وأنواعها وما يجوز منها وما لا يجوز منها. فهذه البورصات العالمية فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز، واليوم نحن نتحدث عن جزئية معينة. بالمناسبة اليوم نحن نتكلم عن السلع، نعم أخطر شيء فيها التعامل والتبادل في الأسهم وفي السندات بالمناسبة، كذلك العملات وفي الذهب والفضة وغير ذلك. فهذه الأسواق كلها، كل نوع له خصوصية وله جميل. نظام صارم في هذا. واليوم نحن نتحدث عن بيوع السلع وكيفية هذه الصفقات التي تتم في هذه البورصات العالمية أو في هذه الأسواق المنظمة، أو مثل ما تفضلتم المنظمة فعلا، نعم وهي المؤثرة في العالم وليست فينا فقط. صحيح. إذن لأهمية الموضوع كذلك الأمر يعني تفاصيله الكثيرة، ستكون هذه الحلقة استثنائية. بطبيعة الحال كنا نقدم ب15 دقيقة عن الموضوع، ومن بعدها ننتقل للأسئلة والفتاوى، لكن سنمزجهم سويا في هذه الحلقة بعد إذنكم، ونذكر السادة المشاهدين بالتواصل معنا، وخلال الحلقة نكمل في بيوع السلع وهذا الموضوع الغاية في الأهمية. إذا مشاهدينا الكرام، نستقبل جميع أسئلتكم وجميع استفتاءاتكم في هذه الحلقة من فتاوى المال والاقتصاد على الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يسعدنا أن نستمع إلى أصواتكم من خلال الاتصال أو من خلال الرسائل الصوتية التي تتركوها لنا في واتساب لننقلها لفضيلة شيخنا، كذلك الأمر الأسئلة المكتوبة. ونبدأ بأبو عابد من تركيا. أهلا ومرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي الكريم حياكم الله، والشيخ، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، جزاكم تفضل. الله خير. حقيقة لدي سؤال ولدي طلب إذا سمحتم تفضل وسمح الشيخ. تفضلوا. زاد تفضل. فضلك. سؤال زادك فضل. سؤال شيخ، أنا أعمل مصمم جرافيك، أعمل في مجال التصميم على الكمبيوتر إيه نعم، منذ زمن، يعني لي اليوم ما يقارب ال5 سنوات، وهو ما شاء مصدر الله. الرزق الوحيد، يعني ليس لدي مصدر رزق سوى هذا المصدر، أنفق منه نعم على إخوتي وأولادي وزوجتي، ويعني هو المصدر الوحيد لي. مع العلم أن البرامج التي أستخدمها هي برامج منسوخة، يعني ليست من المصدر الأساسي للشركة المنتجة،
إنما هو نعم يعني برنامج منسوخ ربما يكون شخص قد اشتراه ووضعه على يوتيوب على أي منصة كانت، ويعني تركه ليستخدمه العامة، وهذا الشيء متواجد بكثرة على صحيح القنوات أو على التليجرام أو على اليوتيوب. صحيح فأنا أستخدم هذه البرامج منذ زمن طويل، ولم أستخدم برامج الشركة بشكل أبدا يعني ولا بأي شكل، لأنه بسبب أنه المبلغ يعني كبير جدا، يعني ما يقارب الآن البرامج اللي أنا أستخدمها إذا بدي أشتريها من الشركة اشتراكها السنوي وهذا يقارب ال منتشر، يعني 700 دولار. منتشر بطبيعة الحال بين منتشر الكثير منتشر، من الناس. أي شخص شاء أن يطلب هذا البرنامج يدخل ويكتب اسمه ويحمله بكل سهولة، يعني الموضوع سهل وسلس جدا يعني. فأنا أقتات منه، يعني أنا مصدر رزق الوحيد هذا البرنامج. تفاجأت من فترة أنه يوجد حرمانية بهذا الموضوع، بعض المشايخ قالوا أن هذا الشيء يعتبر حقوق، وإذا كان صاحبه كافر أو يهودي أو أيا يكون أو نصراني أو مسلم، أنت أخذت هذا الحق بغير وجه حق، فهذا حرام. وأنا اليوم وخاصة أصبح الحقوق لي الملكية، حقوق الملكية الفكرية، يعني كذلك الأمر ربما سيحدثنا عنها شيخنا. صحيح، فأنا رجائي أن يعني أنا صدقا أنا حاليا في تركيا، أنا أعتبر لاجئ ولا أعتبر مقيم، يعني أنا حاليا هجرت بسبب الحرب، أنا نعم أصلي من سوريا وحاليا ظرفي هذا هو. ف يعني إذا نسمع رأي الشيخ في هذا الموضوع صراحة، وأطلب منه الدعاء لوالدي، أطلب منه الدعاء نعم لوالدي المتوفى، نسأل الله أن يرحمنا ويرحمكم الله الله ورحمة يرحمه المسلمين ويرحم أجمعين. والدينا جميعا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا أخي أبو عابد لتواصلك معنا، ورحم الله والدك، جزاك الله ألف خير. الآن ستسمع الإجابة من شيخنا مباشرة إن شاء الله. تفضلوا مولانا، هذه السؤال وهذا الطلب، تفضلوا. حقيقة هذا الكلام الذي سمعه كلام صحيح، لكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. كل حقوق، ما يسمى الحقوق المعنوية وما يسمى كذلك بحقوق الملكية، معتبرة في الشريعة مثل مالك، يعني ما في فرق بين في الشريعة الإسلامية بين مال مادي أو مال معنوي، ما يسمى الآن يسمون محسوس أو ملموس أو غير ملموس، هكذا يعني في عرف المحاسبة. فهو مال، والمال يسند إلى صاحبه. يعني الآن مثلا واحد عمل وبذل جهدا كبيرا في إنتاج مثلا مخرج معين، سواء كان في مجال الفيلم، سواء كان في مجال الإنترنت، في أي مجال، نعم فهذا حقه شرعا. إذا أنت أردت أن تستفيد منه فيجب عليك إما أن تشتري منه أو أنك يعني تستأذنه، هذا هو المطلوب. ولكن إذا كان هذا المنتج الذي يتحدث فيه أو يتحدث عنه أخونا العزيز، إن كان مباحا متاحا، يعني مثلا ليس فيه حق الملكية، يعني هناك بعض الأشياء عام، يعني صار عاما، يعني نوعا ما متاح للجميع. نعم فإن كان متاحا للجميع وليس من باب السرقة، يعني مثلا ليس من باب شخص يجي مثل ما كتبنا كلها تقريبا، واحد يقول ادعو لفلان يرحمه الله، ليش ندعو له؟ لأنه هو مثلا أخذ كتابي الحقيبة الاقتصادية وصورها وعرضها وعلى كذا، ويطلب من الناس أن يدعو له، ومفروض أن يطلب من الناس أن يدعو له بالمغفرة، لأنه هو أخذ حق شخص مثلا، إلا نعم إذا كان الشخص يأذن. هناك بعض المؤلفين، أو أنا شخصيا، ليس كل كتبي، إذا كان بعض الكتب أنا طبعته مثلا أو طبعتها ممكن أطيح المجال، لكن إذا كانت دار النشر طبعت فهذا نعم أيضا تتعلق بها. فباختصار شديد، مراعاة هذه الحقوق مطلوبة، طيب، هنا ولكن شيخنا، يعني الموضوع محفوظ له حقوق ملكية، أكثر برامج المونتاج والفوتوشوب وغيرها نعم يوجد لديها حقوق، لكن يعني منتشر الموضوع بشكل كبير، هو عبارة عن تنزيل للبرنامج ومن ثم تعمل عليه، ربما يعطيك فترة شهر شهرين هكذا، ويطلب منك فلوس، تضع له كود آخر
وتسير يعني يسير الأمر بشكل إذا هل كان يعتبر هذا سرقة لا أم لا أو لا ربما لا إذا كان استخدام إذا في غير كان موضعه؟ شوف أخي، إذا كان في حدود عرضه لك الحق أنك تشتري تستفيد منه شهر أو شهرين ثم نعم تترك ثم تعود مرة أخرى، فهذا مما يسمون المخرج المقبول، لأنه أنت ما خالفت ومن خلال إذنه. هناك فعلا برامج، يعني أنا أشوفه أيضا حتى عندي، يقول لك الحق أن تستفيد تستمتع به تستفيد منه أسبوع، فأنت لك خلاص أعطى لك هذا الحق، لكنه لا تستطيع أن تزيد. فإذا أنت زدت وتحايلت عليه، ليس يعني مرة أخرى رحت رجعت مثلا، وإنما تحايلت عليه من خلال برنامج آخر الذي يفك، هناك برامج نعم حضرتك عارف فك تفك، الشفرة. أي نعم. ففي هذه الحالة هذا لا يجوز. طيب عموما باختصار شديد كما ورد في ذلك في القرار للمجمع الفقه الدولي الذي يضم أكبر علماء الأمة حقيقة، قرار بأنه الحقوق المعنوية حقوق محفوظة في الإسلام ولا يجوز الاعتداء عليها إلا جميل وفق الشروط والضوابط والقيود التي يضعها أصحابها، فأنت خلال هذه القيود لو استفدت ما في مشكلة. الدعاء لوالده هكذا كان الطلب. اللهم إنا نتضرع إليك أن ترحمنا وأن ترحم والدينا وأن ترحم والد الأخ السائل وأن ترحم والدي جميع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات آمين والمسلمين والمسلمات. آمين. إذن معنا تسجيل صوتي من أحمد في أمريكا، نستمع إليه سويا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم السلام الأخ عليكم. أحمد من ولاية مين في أمريكا. أود أن أسأل الشيخ في مسألة، هل يجوز أخذ قرض من البنك من أجل شراء منزل، وهذا المنزل هو من أجلي ومن أجل عائلتي؟ أنا الآن أسكن في مجمع سكني أخذ من دخلي قرابة 30%. هذا المجمع ليس كافيا، هو مجرد، هو صغير، هو بعيد عن المسجد، هو فيه سلبيات كثيرة. أنا سمعت إلى فتوى المجمع الفقهي في أوروبا، أجاز لمن له 3 حالات، وهي أن يكون ليس لديه مبلغ كامل لشراء المنزل، فيجوز بهذا. والشرط الثاني أن لا يجوز أنت أن لا يكون شوف هناك ابن بنك عزيز، أنت إسلامي اسأل موجود في ونحن نكمل البلد. لك الموضوع الحقيقة حتى لا أنا تتأخر. بحثت، يوجد جزاك بنوك الله خير. إسلامية. طيب إذا ربما هذا كان سؤاله، لأنه تسجيل صوتي شيخنا هو أرسله لنا. أنا إيه كنت نعم. فاكر. نعم تمام طيب نستمع، الجواب. نكمل التسجيل قليلا حتى إذا كان في أنا لديه فهمت أسئلة. السؤال، ما يحتاج ما يحتاج طيب ما تفضلوا يحتاج. السؤال تفضلوا هو شيخنا. حول شراء البيوت والشقق عن طريق المورجيتش في أوروبا وفي أمريكا وما أشبه ذلك، وفعلا صدر قرار وفتوى من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. هذه الفتوى أجازت لمن يعيش في الدول غير الإسلامية أي الأقلية المسلمة، وطبعا ليست هذه الفتوى تعم عامة المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية، لأن للبلاد غير الإسلامية من الناحية الشرعية بعض الأحكام الخاصة من رفع الحراج ومن التسهيل. بناء على مجموعة من المؤيدات الشرعية صدرت هذه الفتوى بما يأتي: يجوز لمن يعيش في هذه البلاد غير الإسلامية أن يشتري بيتا أو شقة إذا توافرت الشروط الأربعة. الشرط الأول أن لا يكون لديه سيولة كما قال أخونا، يعني ليس عنده إمكانية، لا هنا والشرط هنا مش أنه قد لا يكون عنده السيولة في أمريكا لكن عنده السيولة في بلده الأصلي، فهذا أيضا لا يشمله. لابد أن لا يكون لديه سيولة لا داخل البلد الذي يعيش ولا البلد الأصلي، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن لا يوجد بنك إسلامي يقوم بنفس يعني ترتيب
وله قدرة على ذلك. مرات يوجد بنك لكنه ليس له قدرة على ذلك لأي سبب من الأسباب، لكن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون للسكن وليس للتجارة ولا للإجارة. الشرط الرابع أن يكون في حدود حاجته وليست يعني للرفاهية والاسترفاه كما يقولون، يعني يروح يشتري قصرا ولا فيلا كبيرة ولا شقة كبيرة بقدر حاجته، وليس بالضرورة يعني حاجة اليوم. ممكن أن يراعي حاجته المستقبلية من كثرة الأولاد، الآن هو وزوجته، لكنه ممكن يكون عنده 4 أو 5 أولاد، فممكن إذا توافرت هذه الشروط فقد أصدر المجلس هذه الفتوى، وهي فتوى استفاد منها حقيقة الكثيرون، وهي أساسا لتثبيت الأقلية المسلمة ولاستقرارها وبقائها، وكذلك المشاكل التي تحدث عادة من التأجير، وخاصة في ظل ما يسمى بإسلاموفوبيا، نعم حدثت مشاكل كبيرة جدا. فباختصار شديد، إذا توافرت هذه الشروط الأربعة يجوز لأي إنسان يعيش في أوروبا أو في أمريكا أو في أي بلد غير إسلامي أن يشتري شقة أو بيتا لنفسه ولأسرته. إذا سنكمل معكم هذه الحلقة فضيلة شيخنا دكتور علي محي الدين القرداغي والسادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لنواصل استقبال الأسئلة والاتصالات. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قافي التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت. قافي التفاعلية معك أينما كنت. قلب سليم وقول حسن وقول حسن. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قافي التفاعلية بنقرة واحدة. أياً كان نوع هاتفك وأياً كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية. قافي التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، نذكركم بإرسال أسئلتكم لنا في هذه الحلقة من فتاوى المال والاقتصاد، ونستقبل جميع اتصالاتكم لننقلها إلى فضيلة شيخنا العلامة دكتور علي محي الدين القرداغي الذي أجدد الترحيب به في هذه الحلقة. دكتورنا الحبيب، يعني فيما يتعلق هنا بالأسئلة جزاكم الله خيرا وبارك بكم، هناك العديد منها، لو سمحت لنا ننتقل الآن لنستمع إلى مصطفى من الجزائر ومن ثم نجيبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم من الجزائر. أشكر فضيلة الشيخ وأشكر طاقم على هذه الحصة القيمة. أود أن أسأل عن السوق بالعمولة، سوق العمولة أو السوق بالعمولة عبر الإنترنت، ما حكمها وما التفصيل في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، تفضلوا شيخنا. حقيقة سوق العمولة كلمة شاملة،
لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية، ويقصد بها يعني في الغالب، يعني أنا أتكلم عن جانب واحد، لأن سوق العمولة كما قلت تشمل عمولة هي الأجر الذي تأخذه أي جهة من الجهات في مقابل خدمة، في مقابل ترتيب البيع، يعني وكالة، وساطة، إلى آخرها، سمسرة، كلها تدخل في قضية العمولة. فهذه العمولة باختصار شديد يعني أي عمولة معتبرة بالنشاط الذي يأخذ الإنسان العمولة عليه. فإذا كان النشاط حلالا فإن هذه العمولة حلال إن شاء الله، وإذا كان النشاط محرما فإن هذه العمولة بالتأكيد تكون محرمة. هذا كمبدأ أساسي. المبدأ الثاني، العمولة مثلا على القروض أو على الديون، حتى لو سميت عمولة فهي لا يجوز، رغم أن القرض قد يكون مشروع، لكنه هنا هذا كقاعدة ثانية. القاعدة الأولى يعني تغنينا يمكن عن 50% من مما نحتاج له. القاعدة الثانية مكملة، وهو أن مسائل الديون والقروض وكذلك حتى ما يلتحق بهما مثل الضمان، نعم كفالة، وكذلك ما يسمون ALG، وكذلك حتى الاعتمادات المستندية ALC مثلا، هذه الأشياء لا يجوز فيها العمولة على نفس الضمان أو على نفس القرض، لكن إذا وجدت مصروفات أو شيء فهذا أمر آخر. فهذا القاعدة الثانية. ثالثا، مسائل يعني القضايا الإلكترونية، فنحتاج من الأخ الكريم في السؤال في الفتوى، هناك فرق بين التدريس بالمناسبة لمثال إخواننا وأحبتنا نعم وبين الفتوى. الفتوى لابد أن تكون حالة واقعة أو شبه واقعة أو واقعة للعالم، مش شرط أنها واقعة لك أنت تسأل عنها. فلذلك أرجو من الأخ الحبيب أن يعني يستفسر بصورة واضحة جدا، وأن يوضح السؤال الذي يريد عرضه علينا. جميل جدا. معنا الآن محمد من موريتانيا، كمان تسجيل صوتي، خلينا نستمع له. تفضل. أم خالد من المغرب معنا اتصال. أم خالد من المغرب، دعونا نستمع إليها أيضا مشاهدينا. أم خالد لا أسمع صوتها. بها وأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر جزيل الشكر القائمين على هذه القناة والمؤسسين لها، وأسأل الله آمين. عز وجل أن ينفع بها آمين. وأن يجعلها إن شاء الله تعالى فرقا وفارقا في الإعلام السائد على الساحة. سؤالي بالنسبة لي هذا الأمر المتعلق بتداول العملات، يعني يكون شخص مثلا يراقب سوق العملات عن طريق الحاسوب ويغامر ببعض المال، فتارة ترتفع تلك العملة فيربح أو تنخفض فيخسر. فأنا أجهل صراحة الطرق المتعددة في هذا الشأن والمتعلقة بتداول العملات، وبالتالي أسأل عن مدى أو عن هذا الأمر، هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم جميل. الله خيرا، تفضلوا شيخنا. حقيقة التعامل بالعملات أو المتاجرة بالعملات فيها الحلال وفيها الحرام. الحلال كالآتي: أن الإنسان يشتري عملة معينة بفلوسه الموجودة عنده في حسابه في البنك مثلا، في أي مكان عندك 100,000 دولار، تشتري بهاي 100,000 دولار يورو ولا يوان صيني ولا ين الياباني ولا فرنك السويسري إلى آخره. فأنت تشتري ولا مانع من أنك تتأخر حينما يرتفع سعرها فتبيعها، لأن هذا لا يدخل في يعني الاحتكار، لأن هذه لن يؤثر في النقود لكثرتها، بالإضافة إلى أنها ليست من الطعام
والضروريات التي يتأثر المجتمع بها. فإذا هذه الحالة بعد وهذه الحالة أنك أو أن الإنسان يشتري بما عنده يحتاج إلى شروط أخرى، وهو أنه عندما يشتري عن طريق مثلا أحد البنوك، بحيث هو يكون عنده حساب، حينما مجرد يشتري يتحول الحساب، أو عنده هذه الديبت كارت اللي بطاقة المباشرة أو حتى كريدت كارت، ويدفع المبلغ مباشرة وهو يتكلم ويشتري، اشتريت كذا، وعلى طول يدفع المبلغ. فإذا كان في نفس المجلس مثلا يدفع أو يحول أو أو يسجل كما يسمون القيد المصرفي، فهذا شرعا يكتفى فيه في القبض ولا يشترط فيه كما يسمى يدا بيد، لأنه هذا يدا بيد تشمل هذه الحالة. نعم الأمر الثاني الذي مهم جدا في هذه العملات أيضا، وفلوس بقدر ما عندك أيضا، أنك ما تبيع شيء ليس عندك، لأنه في سوق المال في البورصة أو في البنوك يجوز أنا عندي حساب بالدولار، يجوز أن أبيع يورو بمقدار صحيح هذه الدولار، لسه ما اشتريت، لكنه ما في مشكلة عنده، هم يعتبروك أنك اشتريتك، هذا ما يجوز الشرع، لازم تشتري ثم تبيع ثم نعم وهكذا. هذا رقم واحد. أما سوق العملات ما يسمونه فوركس بالمناسبة، عن طريق المارجن، يعني عن طريق الهامش أو يسمى رافع المالية، أو هامش، يعني أي ثلاث كلمات واحدة، يعني لأنه حتى يكون معروفا لدى أختنا الفاضلة وكذلك بقية المشاهدين والمشاهدات، عن طريق فوركس لا يجوز لعدة مشاكل شرعية، وصدر قرار بمنع ذلك من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. نعم فإذا فوركس مارجن ما يجوز، لكن فوركس عادي بهذين الشرطين إن شاء الله لا مانع منه في ذلك. طيب ولكن أنا أحذر سؤال عن بالمناسبة، المارجن. عن إذنك، أنا أحذر أختي وغيرها ممن ليس لهم خبرة، 90% هناك دراسة يخسرون علمية يخسرون، 90% ممن يتعاملون بالهامش بالذات أو حتى بفوركس إذا لم يكن خبيرا فيخسرون. لكنه أقل شيء إذا كان اشترى الإنسان بمقدار ما عنده تكون خسارته قليلة، كما أن ربحه أيضا ليس كبيرا. نعم نعم، تفضل. بالنسبة للرافعة المالية شيخنا، أريد أن أسألكم عنها، من يعطي، يعني من يرفع هذا المال نسبة 20% 30% 50%، نعم ربما يصل إلى 20 ضعف وأكثر من ذلك، صحيح من الذي يعطي هذا المال؟ من الذي يدعمه تمام. فعليا؟ البنوك التقليدية وكذلك بروكر مرات يتفق، هناك طريقتان. الطريقة الأولى البنك التقليدي يعطيك هذا الحق، أنت عندك حساب أو فلان عنده حساب في هذا البنك، فيقول أنا أعطيك مضاعف 10 أضعاف 100 ضعف، ولكن بمجرد ما وصلت الخسائر إلى 75% من فلوسك فقط، على طول رضيت أو لم ترضى فإن الحساب يصفى ويأخذ البنك حقه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حقيقة البنك لا يعطيك، لا يدخل في حسابك المبلغ حقيقة، إنما هو كما يسمون كريدت، يعني مجرد ضمان، فأنت تشتري بالضمان. ولذلك أحد الإشكاليات الشرعية أن هذا ليس فيه قبض خالص، لأنه مجرد ضمان وليس صفقات طيب واحدة طيب تلو الأخرى. طيب هنا الضمان، أليس الضامن هو من يدفع هذه الخسارة؟ إيه، لا لا، ضامن لا يدفع، هاي الإشكالية، الضامن لا يدفع شيئا، الضامن بس يسهل لك أنك تشتري، وبالتالي إشكالية ثانية أنه كل صفقة بيع يأخذ عليك عمولة، والشراء عمولة، مثل المنشار رايح يأخذ وجاي كمان يأخذ، وإذا هو يجمع بين السلف أعطاك قرضا وضمانا وكذلك معاوضة، حيث يأخذ على هذا، ولذلك يعطيك، ما يعطون لله سبحانه وتعالى، يعطون لأجل أنك لو عملت يوميا 20 صفقة بيعا وشراء هم يأخذون عليك عمولتهم نسبتهم في هذا، سواء كان خسرت أم ربحت، ما إذن لهم دخل. بناء على هذا العالم المخيف الذي يجري الآن، نحن طبعا أمام أزمة اقتصادية ربما مقبلة حتما. أي طبعا، هو حدثت هذه الأزمة سنة 2008، كان لها 10 أسباب، على رأس هذه الأسباب هي مسائل مارجن.
وكذلك يعني السندات والفوائد، وكذلك الاختيارات والمستقبليات. هذه الأشياء كانت ضمن الأسباب، ليست باعترافنا نحن يعني الاقتصاد، نحن الاقتصاديين الإسلاميين، نعم وإنما باعترافهم جميعا، هم قالوا هكذا، قالوا أن السبب يعود إلى هذه الأشياء. والمستقبليات والهامش هي من موضوع حلقتنا الذي أي إن شاء الله. بدأنا به في بيوع نحن السلع. اليوم حتى لو ما كملنا الحكم، أستاذ فاتح تحبون إن أن شاء نفرد الله له حلقة قادمة إذا بتفصيله؟ تم يعني، يعني هذا الموضوع اليوم الـ 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 يعني عفوا بيوع أسواق السلع، نعم. منظمة نحتاج فيها، يعني ممكن اليوم نسمع إلى يعني أسئلة وثم أها. نستكمل بعضها، ولكن قد نحتاج إلى حلقة وربما حلقتين. جميل جدا، إذا نفرد لها مساحة حتى يتم تغطية الموضوع. إذا بدأنا بمعيار أيوفي اليوم، وقلنا أن هذا الموضوع يندرج ضمن المعيار رقم 20. ربما سنستكمل هذا الموضوع في حلقات قادمة. نأخذ الآن اتصال أو تسجيل صوتي. محمد من المغرب، نستمع إليه سويا، تفضلوا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم وعليكم الله السلام وجزاكم الله ورحمة خيرا الله. على هذه البرامج النافعة. وأريد أن أسأل الشيخ حفظه الله وبارك فيه، أولا عن صحة شيخنا سيدي محمد الحسن الدرويش الشنقيطي، كيف حاله وأحواله وأخباره، نرجو له شفاء عاجلا إن شاء الله. وأرجو أن يعطينا الشيخ كذلك باختصار قواعد الاقتصاد الإسلامي، أو شرح نظرية الاقتصاد الإسلامي باختصار، شيء يمكن أن يستخلص منه غيره، جزاكم الله خيرا. وحتى إن أشار إلى بعض الكتب فسيكون الأمر أحسن، الكتب القديمة التي فيها ما يتعلق بتدبير المال، تدبير مال الدولة. جزاكم الله خيرا لمشاركتكم. يعني ربما هذا يحتاج إلى برنامج فتاوى المال والاقتصاد، ولكن تفضلوا شيخنا. حقيقة أولا الحمد لله أنا أطمئنه وأطمئن جميع إخواني وأخواتي بأن صحة أخي الشيخ محمد الحسن الددو الحمد لله. هو بخير وعلى تواصل وتلاقي، والحمد لله رب العالمين. صحته طيبة والحمد لله، حتى كان مرضا خفيفا كورونا، لأنه هو تلقح بلقاحين، فالحمد لله رب العالمين. هذا الحمد الأمر لله، الأول. وشاركنا كذلك الأمر في حلقة ليتفقهوا في الدين بالأمس أي بفضل الله. أمس، صحيح صحيح، إيه نعم. فهو بخير الحمد لله. الأمر الثاني بالنسبة لما حقيقة طلب مني، هو هذا يحتاج ليس إلى حلقة أخي، يحتاج إلى يوم، إلى أيام. أنا كتبت في هذه المسائل التي يعني ذكرها كتاب الحقيبة الاقتصادية، التي الآن طبعت الطبعة الثانية، طبعتها وزارة الأوقاف القطرية ما في شاء الله. 14 مجلدا ضخما، كل مجلد حوالي 650 صحيفة ما يعني، شاء الله. فهذه إن شاء الله يمكن هو يرجع لها. أما الحقيبة ب 12 مجلد فهو متاح، أحد الإخوة جزاه الله خيرا ودون استئذاني، لكني أذنت له بعد ذلك، عرض الكتاب على الموجود، الحقيبة الاقتصادية 12 مجلد، هذا موجود على الشيخ جوجل، ما فممكن شاء الله. يستفيد منه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب، فيما يتعلق هنا بالأسئلة الواردة على تطبيق الواتساب، لو نقلتها إليكم. كثير إليكم سؤال عن غرامة التأخير، هل هي غريبة؟ غرامة التأخير يشترط على أي قرض لا شك أنها محرمة، ما فائدة، بل هي فائدة جاهلية، كان جاهليون يعملونها، كان قرضا، وبعد ذلك الإيمان تقوي وإيمان تبي. كذلك مثلا زيت أو بنك له قرض أو دين على شخص، بعد ذلك يقول إذا أنت ما أعطيت وما رديت فلك، فأزيد عليك مبلغ كذا أو نصف كذا، فهذا هو عين الربا. لكن الآن بالمناسبة حتى ما يشتبه الأمر على أخينا وعلى إخواننا، في البنوك الإسلامية وجدنا مخرجا، وهو أن شخص، لأننا نخاف في البنوك الإسلامية في التأخير، لأن الشريعة الإسلامية لا تجيز غرامة التأخير، ولا تجيز كذلك أي مبلغ على التأخير. وبالتالي كان يعني يعمل تمويل ب 10 ملايين، 20، 100 مثلا، مليون يعني، ولكن يتأخر شهر شهرين، شوف كم يستفيد من ذلك، ليس هناك رادع. وبعدين يرده قبل أن تصل إلى المحكمة، وأنت تقدم المحكمة يحتاج إلى كم
سنة مرات مع الأسف الشديد. فلذلك رتبنا شيئا يسمى الالتزام بالتبرع. يعني في العقد موجود الآن يقول أنا كمدين مثلا أتعهد في حالة ما إذا تأخرت عن سداد الأقساط أو سداد الدين ولم أثبت أنني معسر, ولم أثبت أنني معسر خلال 7 أيام من إسحاق الأقساط أو حتى بعد ذلك, فإنني ألتزم بدفع نسبة كذا أو مبلغ كذا لصالح وجوه الخير. يعني البنك الإسلامي لا يستفيد, ولكنه يكون دافع, يستفيد من جانب واحد وهو أنه يكون هذا دافعا ومانعا من التأخير. جميل. هناك معنى تسجيل صوتي محمد من مصر, نستمع إليه وننقل لكم هذه الرسالة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أسأل فضيلة الدكتور عن معاملة تمت بيني وبين أحد الأشخاص, أنني أعطيته مالا مقابل أن يعني يشغل لي هذا المال ويعطيني نسبة ربح نسبة شهرية على أن يتم الجرد السنوي بعد نهاية كل عام ويتم حساب الأرباح والخسائر. ثم بعد فترة مما بعد ما أعطيته المال اتصل بي وقال صوت ذهب بأن المال قد خسر جميعه, فلما سألته كيف خسر المال وضاع المال كله قال بأنني كنت يعني كان اتضح أنه كان يتاجر مع امرأة أخرى وكان يعطيها هذا المال وكانت هي تتاجر. ثم بعد ذلك يعني بعض العملاء رفعوا عليها إيصالات أمانة واتهمت في قضية تشغيل أموال وحكم عليها بالسجن, وهو يقول أن هذا المال خسر في التجارة ولا ضمان علي في هذا المال. وأنا عندما أعطيته هذا المال لم أكن أعلم أنه يعطي هذا المال لهذه المرأة أو أنه يتاجر معها, وهو لم يخبرني بذلك ونحن وأنا لم أسأله عن ذلك, ولكن كل ما هنالك أنني أعطيته المال على أنه يتاجر في هذا المال ثم يعطيني نسبة الربح شهرية على أن يتم عمل الجرد السنوي نهاية كل عام ويتم حسابة الأرباح والخسائر. فما حكم ضمان المال في هذه الحالة, وخصوصا أنه يقول أن المال خسر في التجارة ولكن هذا المال لم يخسر في التجارة, ولكن هذه المرأة يعني اتهمت كما قلت في قضية تشغيل أموال وتوظيف أموال وحكم عليها بالسجن. طيب إذن شيخنا, يعني بحسب الحلقات الطويلة التي خرجناها معكم أعلم أنكم لا تفتون في مثل هذه القضايا, ولكن لو أخذنا هذه الحالة دون صح صح. دون يعني شخصنا إن صح التوصيف, دون يعني وضع شخصي. أولا جميل أحسنت يا أستاذ فاتح. حقيقة أولا ما أقوله الآن ليس فتوى في هذا الخصوص لهذا الأخ الحبيب والشخص الآخر والمرأة, لأن هذه الأمور شرعا لابد أن يعني يستمع المفتي أو المحكم إلى الطرفين ويحكم. ولكن كحكم عام وكقول عام كتعريف عام شرعا, لما أنا أعطي مالي لشخص ولم يقل أني أعطي المال لشخص آخر, فهذا الأصل أنه هو الذي يستثمر هذا المال. فإذا لم يكن العقد الذي ينظم العلاقة بيني وبينه بأنه له الحق في التصرف في هذا المال بنفسه وبغيره كما هو الآن في البنوك الإسلامية, كل عقود البنوك الإسلامية هكذا, فهذا إذا لم يكن هذا البند فإن الشخص إذا أعطى هذا المال لأي شخص آخر فهو شرعا خالف مقتضى العقد, وإنه يكون يعني ضامنا لرأس المال على أقل تقدير. هذا رقم واحد. رقم اثنين أيضا مما توصلنا إليه من الأحكام الفقهية العامة, أقول مرة أخرى وليست فتوى لأخينا, أحكام العامة في مثل هذه الحالات لا يصدق الرجل بأنه خسر إلا أن يثبت, وأن يثبت بشكل كما يسمون حسب العرف التجاري. تاجر حسب العرف التجاري وخسر حسب العرف التجاري. يعني مثلا الآن هو تاجر بالليرة مثلا, كان أنا أعطيته دولارا وهو حول الدولار كانت قيمته كذا, وخلال فعلا نرى أن هذا واضح جدا نزلت قيمة كذا, واليوم لم يخسر الليرة لكن خسر إيش قيمة الليرة من حيث الدولار. صحيح.
وأنا هذا مقبول شرعا في كل الأمور، لكن أهم شيء هذا يكون للإخوة. كثير ما يحدث، يعني أنا عندي يمكن عشرات الحالات مرت علي صحيح وسألوني بأنه إحنا أعطينا فلوس لزيد، وإذا تبين أن زيد هو مجرد يعني وسيط ويأخذ عليه أيضا عمولة ويعطي للشخص، يعني مثلا هو إن كان يأخذ 20% فمثلا يعطيني 15% ويخلي 5 في جيبه مثلا، فهذا طبعا شرعا غير جائز. يجب أن يكون العقد شفافا وأن يكون مبينا وأن تكون فيه التفاصيل نعم وأن يعرف من الذي يستثمر المال. يمكن لو هذا الأخ الوسيط الذي كان يظن صاحبنا بأنه مستثمر لو قال بأنني أعطي مالي لامرأة ما كان يعطيها المال صحيح بالتأكيد. هكذا كحكم عام وليست فتوى مرة أخرى لهذه الحالة. جميل جدا. معنا كمان تسجيل محمد من فلسطين نستمع إليه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال للشيخ عن حكم الدروب شيبينج؟ هذا نوع من أنواع التجارة الإلكترونية، لأنه في البعض يعني يقول أنه دروب شيبينج حكم البيع ما لا تملك. طيب، جزاك الله خيرا وشكر الله لك شيخنا. طبعا السؤال والله أفضل شيء نحيله أن يشرح لنا في الرسالة. هو أرسل في رسالة مكتوبة أمامي السؤال بالتفصيل، هناك على الإنترنت نوع تمام تجارة يسمى الدروب شينج، وهذا النوع من التجارة أقوم به بإنشاء متجر إلكتروني أضع به مواصفات لمنتجات وليس منتجات بعينها، وأحدد سعرها، وأنا لا أملك هذه المنتجات بالواقع، ولكن عندما يقوم المشتري بطلبها أشتري بمال المشتري هذه البضاعة من المصنع بالسعر الذي يحدده المصنع، والمصنع يحول البضاعة مباشرة للزبون ولا أراها أنا ولا تمر من خلالي، وأنا صاحب متجر إلكتروني أربح فرق السعر، فهل يجوز الشراء بمال المشتري والربح عليه فوق السعر الأصلي، خصوصا وأن العملية كلها تتم بماله، لأني رأيت فتوى للشيخ ولد الددو تبيح ذلك، ولا تعده أو تعده الفتوى داخل ببيع ما ليس عندك ما لم يكن طعاما، ولكن لم أتطرق بفتوى الشيخ لحكم سؤالي السابق يعني، ويكمل كذلك الأمر. تفضل. تمام. هو هذه حقيقة معظم التجارة الإلكترونية تتم ذلك. الشرط الأساسي، إحنا أظن تحدثنا عن التجارة الإلكترونية، أو ربما إذا لم نتحدث أستاذ فاتح نخصص لها بصراحة يعني حلقة نضبطها، بحيث حينما أي شخص يسأل نعم نحيله على مثل الآن عندنا بعض الحلقات المتميزة الناس يستفيدون منها، مثل مسألة يعني تعامل بالعملات الرقمية المشفرة وما أشبه ذلك. باختصار شديد هذه الحالة يدخل لا يدخل في البيع العادي، إنما يدخل ما يسمى بالسلب. فإذا كان الشخص حول المبلغ إليه فعلا إلى صاحبنا، وإن الشخص فعلا له قدرة على تنفيذ هذا العمل وبنفس المواصفات التي ذكرها، فإن هذا العقد صحيح ويدخل فيما يسمى ببيع السلم. وبيع السلم جائز، الجمهور يجب أن يحول فورا، لكن المالكية جزاهم الله خيرا أجازوا إلى 3 أيام. فإذا حول المبلغ والرجل قام بالواجب حسب المواصفات، والشركة شركة حقيقية وليست وهمية، فهذا إن شاء الله لا بأس بها فعلا. جميل. هناك سؤال متعلق ب يعني الجرافيك، وقد طرح كذلك الأمر، حكم تأجير محل لشركة محمول ليصبح المحل فرعا لها، مع العلم أن جميع شركات المحمول تتعامل مع البنوك الربوية، وهي تقدم أيضا بعض الخدمات المحرمة مثل تحميل الأغاني والأفلام المحرمة ومشاهدتها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة، ومع العلم أن بعض أنشطتها حلال. والسؤال خاص بالشركات الكبرى في مصر، وهي اتصالات مصر، فودافون وغيرها عددها. جزاكم الله صحيح. خيرا. تفضلوا.
من ناحية شرعية هناك فرق بين يعني خدمات أو منافع يعني مباشرة ومنافع تأتي تبعا. فأنا مثلا لو أجرت محلا لبيع التلفونات، فالتلفون في حد ذاته حلال، وهو سلاح ذو حدين، يمكن يستعمل في الغالب في الخير ويمكن يستعمل في الشر. من الذي يكون مسؤولا؟ المسؤول هو المستعمل. أما التلفون نفسه مثل التلفزيون، مثل أي شيء. نعم بعدين وبالتالي وما يتعامل به صاحبة هذه التلفونات من التعامل في البنوك الربوية، أنا لست مسؤول عنه، إنما أنا مسؤول عن أن هذا النشاط، وهو ما هو نشاط؟ بيع التلفونات، بيع التلفزيونات، بيع هذه الأشياء التي قد يكون فيها بعض الأشياء. فهذا البيع نفسه أو هذه السلعة في حد ذاتها سلعة مشروعة. أما الاستعمال فهو يعود، استعمال الأول الربا يعود إلى الشركة فهي آثمة، استعمال الثاني لمن يشتري التلفون فهو مسؤول عنه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع في علومكم الواسعة شيخنا الحبيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الوقت داهمنا ولم نستمع لرسالتكم، عسانا نستمع إليها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور علي محي الدين القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من فتاوى المال والاقتصاد، على أمل لقاء بكم في الثلاثاء المقبل بالتوقيت ذاته. دمتم في أمان الله.